عسى الخير. اليوم الخميس 16 اذار 2020 سحب جديد لليناصيب الوطني اللبناني بالاصدار العادي التاسع مباشره على الهواء وعبر شاشه تلفزيون لبنان. طبعا جائزه كبرى اسبوعيه قيمتها 150 مليون ليره لبنانيه بانتظار واحد منكم بختام صحبتنا. بالبدايه اسمحوا لي رحب بمدير اليناصيب الاستاذ رضوان غانم يلي موجود معنا بالاستوديو. مساء الخير واهلا وسهلا فيك. مساء النور، اهلا فيك، شكرا لوجودك. طبعا بالبدايه رح نقوم بدوره تجريبيه على الدواليب مع الصبايا من بيت اليتيم الدرزي بعبي لنتاكد من سلامه دورانا ومن بعدها نبدا. الليلة بدي بارك أنا وياكم مباشرة على الهواء لرابح نصف الجائزة الكبرى بالإصدار العادي الأول تاريخ 16-1-2020 خضر محمد نابلسي، ألف مبروك لك. رح نبدأ والبداية رح تكون مع جوائز الغلافات اللي قيمتها 100,000 ليرة لبنانية، سحبين لهالجائزة على الدواليب الثلاثة، أما الجوائز عدد 20. أول سحب. كل غلاف بينتهي بالرقم 450 ربح 100,000 ليرة. السحب الثاني. كل غلاف بينتهي بالرقم 788 ربح ايضا جوائز الغلافات لقيمتها 100,000 ليرة. من جوائز الغلافات بننتقل للجوائز العاديه والبدايه رح تكون مع جائزه 5,000 ليرة لبنانيه، سحب واحد على دولاب واحد والجوائز عددها 10,000. كل ورقة بتنتهي بالرقم 0 ربحت 5,000 ليرة. جائزة إضافية قيمتها 10,000 ليرة لبنانية، نشوف سوا رقم الرابح على دولابين، أما الجوائز عددها 1,000. كل ورقة بتنتهي بالرقم 53 ربحت 20,000 ليرة. سحبين جديد لجائزة إضافية قيمتها 20,000 ليرة لبنانية، منشوف أرقام الرابحة على الدواليب الثلاثة والجوائز عددها 200. أول سحب معكم صبايا. كل ورقة بتنتهي بالرقم 703 ربحت 20,000 ليرة، سحب إضافي. كل ورقة بتنتهي بالرقم 04 ربحت أيضا جائزة 20,000 ليرة. وصلنا لجائزة 30,000، طبعا ثلاث سحوبات رح نشوف أرقامهم الرابحة على الدواليب الأربعة والجوائز عددها 30. أول سحب. كل ورقة بتنتهي بالرقم 6522 ربحت 30,000 ليرة، سحب تاني صبايا. قد حلو هالرقم، واو. كل ورقة بتنتهي بالرقم 8444 ربحت 30,000. آخر سحب لهالجائزة.
كل ورقة بتنتهي بالرقم 3702 ربحت جائزة 30,000. معكم صبايا كمان مرة بدي أعزبكم تبرموا لنا الدواليب الأربعة لجائزة 40,000 ليرة هالمرة والجوائز عدد 10. كل ورقة بتنتهي بالرقم 7746 ربحت 40,000 ليرة. متابعين نحن وياكم ووصلنا لجائزة 50,000 ليرة، ثلاث سحوبات طبعا على الدواليب الأربعة والجوائز عددها 30. أول سحب كل ورقة بتنتهي بالرقم 0804 ربحت 50,000. سحب تاني كل ورقة بتنتهي بالرقم 5348 ربحت جائزة 50,000 ليرة. آخر سحب لهالجائزة معكم صبايا. كل ورقة بتنتهي بالرقم 5467 ربحت 50,000 ليرة. جائزة 100,000 بنشوف الأرقام الرابحة على الدواليب الأربعة والجوائز كمان مرة عددها 30. أول سحب كل ورقة بتنتهي بالرقم 1504 ربحت 100,000 ليرة. سحب إضافي كل ورقة بتحمل الرقم 0722 ربحت 100,000. آخر سحب لهالجائزة كل ورقة بتحمل الرقم أو كل ورقة بتنتهي بالرقم 3961 بتربح 100,000 ليرة لبنانية. متابعين نحن وياكم اليوم الخميس 16 أدار 2020 بصحوبتنا 12 أدار 2020 بصحوبتنا بأول ما افتتحتي صحيح 16 متابعين نحن وياهم أستاذ أهلا وسهلا فيك بدي أذكر إنه هالصحوبات عم تكون دائما بإشرافك وحضورك تنتأكد من الأرقام اللي عم نشوفها على الدواليب إذا كانت أوراقها مباعة بالأسواق. شكرا لوجودك. أهلا فيك. نحن وياكم مشاهدينا قبل ما نوصل للجائزة الختامية طبعا الجائزة الكبرى اللي قيمتها 150 مليون ليرة لبنانية وبانتظار واحد منكم في جوائز عادية بالإضافة لجوائز الغلافات، وإنما هلا وصلنا لجائزة 500,000 ليرة لبنانية. أربع سحوبات لهالجائزة على الدواليب الخمسة، الجوائز عددها أربعة أما الطردية قيمتها 5,000. السحب الأول كل ورقة بتحمل الرقم 0367 بتربح 500,000 ليرة. سحب إضافي
كل ورقة بتحمل الرقم 33669 بتربح أيضا 500,000 ليرة. السحب الثالث ما قبل الأخير. منعيد هيدا السحب طبعا، احد الدواليب وقف على مساحة فاضية. تفضلوا صبايا عيدوا لنا السحب عن جديد. كل ورقة بتحمل الرقم 64873 بتربح 500,000 ليرة. السحب الأخير لهالجائزة، وبذكر طردية ال 500,000 قيمتها 5,000 ليرة. كل ورقة بتحمل الرقم 58422 ربحت 500,000 ليرة لبنانية. وصلنا لجائزة المليون ليرة، 3 سحوبات على الدواليب الخمسة، الجوائز عددها 3، أما الطردية قيمتها 10,000. السحب الأول. كل ورقة بتحمل الرقم 0736 بتربح أيضا مليون ليرة. السحب الثاني. كل ورقة بتحمل الرقم 55798 ربحت جائزة المليون. السحب الأخير لهالجائزة. كل ورقة بتحمل الرقم 10990 ربحت مليون ليرة، وطردية المليون قيمتها 10,000 ليرة لبنانية. منشوف أنا وياكم الرقم الرابح لجائزة المليوني ليرة، وطردية المليونين قيمتها 20,000. الورقة يلي بتحمل الرقم 84264 ربحت مليوني ليرة. الجائزة الأخيرة ضمن الجوائز العادية قيمتها 5 ملايين ليرة لبنانية، وطرديتها قيمتها 50,000. معكم صبايا على الدواليب الخمسة، نشوف الرقم الرابح. الورقة يلي بتحمل الرقم 64743 ربحت 5 ملايين ليرة. وصلت أنا وياكم للمرحلة يلي كتار ناطرينها ببيوتهم، أنه يربحوا 150 مليون ليرة لبنانية، جائزة كبرى بتقدمها مديرية اليانصيب الوطني اللبناني أسبوعياً، ومع اليانصيب الوطني ما بتتراكم الجائزة أبداً من أسبوع على أسبوع. معكم صبايا على الدواليب الخمسة، فروني الأرقام على الدواليب. قد حلو هالرقم 41551. اذا 41551 هيدا الرقم يلي اشارت له الدواليب الخمسه،
طبعا اذا كانت مبيعه هالورقه بالاسواق بتنربح تلقائيا ال 150 مليون ليره اللبنانيه الجائزه الكبرى الاسبوعيه. طبعا الاستاذ رضوان غانم مدير اليانصيب الوطني اللبناني عم بيشيك على الجداول بين ايديه تنشوف اذا كانت مبيعه هالورقه. هيدي الورقه غير مبيعه، من عيد السحب بهالحاله مثل ما كل المشاهدين بيعرفوا بتصير قيمه الجائزه 75 مليون ليره. تفضلوا صبايا شدوا لي ايدكم على الدواليب. ٤٩٠٠٠٩ رقم جديد، إذا ٤٩٠٠٩ إذا كانت مبيعة الورقة بالأسواق مثل ما عرفتوا وسمعتوا صارت الجائزة قيمتها 75 مليون ليرة، نزلت للنص من بعد ما عدنا سحبنا. هالمبيعة هالورقة جواب عند الأستاذ رضوان غانم مدير اليانصيب الوطني اللبناني. بدنا نقول مبروك لحامل الورقة رقم 49,029 بيربح 75 مليون، مبروك. شو بيقهر انه من اول سحب ما انربحت انربحت من بعد ما عدنا سحب نزلت قيمة النص. اللي ربح اكيد بيكون مسرور هلا، طبعا مبروك لإله. كل اللي ربحوا على كل حال هيك حظهم حلو كان معنا، واللي ما حلفهم الحظ هالاسبوع يتذكروا في سحب جديد ناطرهم الاسبوع القادم ما عليهم غير كتف اوراق. رح ارجع عيد عليكم سحب اليانصيب الوطني اللبناني لليوم الخميس 12 اذار 2020 بالاصدار العادي التاسع، والبدايه رح تكون مع جوائز وغلافات اللي قيمتها 100,000 ليره، بتروح الجائزه لكل غلاف بينتهي بالرقم 450 و788. من جوائز الغلافات بننتقل للجوائز العاديه، والبدايه مع جائزه ال 5,000 ليره، مبروكه لكل ورقه بتنتهي بالرقم 0. جائزه ال 10,000 بتروح لكل ورقه بتنتهي بالرقم 53. 20,000 ليرة بتروح لكل ورقة بتنتهي بالرقم 703.04. 30,000 هي من نصيب كل ورقة بتنتهي بالرقم 6,522، 8,444 و3,702. جائزة 40,000 بتروح لكل ورقة بتنتهي بالرقم 7,746. جائزة 50,000 ليرة مبروكة الليلة لكل ورقة بتنتهي بالرقم 0804، 5,348 و5,467. جائزة 100,000 بتروح لكل ورقة بتنتهي بالرقم 1,504، 0,722 و3,961. 500,000 ليرة هي من نصيب كل ورقة بتحمل الرقم 0,2367، 33,669، 64,873 و58,422. مليون ليرة هي من نصيب كل ورقة بتحمل الرقم 0,736، 55,798 و10,990. مليوني ليرة بتروح للورقة يلي بتحمل الرقم 84,264. أما جائزة 5 ملايين ليرة بتروح للورقة يلي بتحمل الرقم 64,743. والجائزة الكبرى الأسبوعية اللي قيمتها 150 مليون ليرة لبنانية من ربحت الليلة من بعد ما قمنا بسحبنا على الدواليب الخمسة وأشارت للرقم 41,551، وكانت الورقة غير مباعة تلقائيا قيمت الجائزة بتنزل للنص أي لل 75 مليون ليرة لبنانية. وبهالحالة مبروكة هالجائزة للورقة يلي بتحمل الرقم 49,029 وترضية ال 75 مليون ليرة قيمتها 750,000 ليرة لبنانية. مبروك كبيرة لكل اللي ربحوا، واللي ما حلفهم الحظ كتروا ورقكم الأسبوع القادم. سحب جديد ناطركم بتمام الساعة 4:30 مباشرة عبر تلفزيون لبنان. شكر كثير كبير لك أستاذ رضوان غانم مدير اليانصيب الوطني اللبناني يلي عم تشرف على سحوباتنا أسبوعيا، وإن شاء الله الأسبوع القادم بتكون من الرابحين. إن شاء الله، شكرا لك. يا هلا فيك. وشكرا الأكبر لكم صبايا من بيت اليتيم الدرزي بعبي يلي أسبوعيا بترافقونا على الدواليب تعطونا الأرقام يلي لازم تكون ربحانة. موعد جديد بنعطيكم اياه بتمام الساعة 4:30 الخميس القادم. من هلا لوقتها تضلوا بخير وبويك أنت.